مثل العتيب. شكرا اذا لحمد ومحمد على هذا التواصل في التعليق على الشوط الماضي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ننطلق اذا ونتواصل مع بداية الشوط الرابع والشوط الذي اعلنت انطلاقته منذ لحظات، وها هي الاسماء تنطلق بحثا عن الانتصار وبحثا عن المركز الاول. نسير اذا الى ذلك المركز المنشود، الى المركز الاول، ونتواصل مع المقدمة. غالون يحتل المركز الاول ويندفع بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والتضمير عندك يا راشد يا بن بطي الزعبي. المركز الثاني القاضي هو من يحتل المركز الثاني بشعار حمد بن سعيد بن مهيرة المري، ويسير جنبا إلى جنب مع غالون هناك في المقدمة وفي الصدارة. المركز الثالث رداد، رداد هو من يحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري. المركز الرابع، نتابع المركز الرابع، وهنا ظبيان لسيد حمد بن سالم بن مسعود بوشقلة المري. وفي المركز الخامس نشاهد مكلف، مكلف هو من يتكلف بمهمة المشاركة في هذا الشوط بتواجد شعار سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني والمتابعة مع علي بن حمد بن جرحب المري. ها هي النتيجة في ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بقيادة غالون. غالون إذن هو المتسيد، هو المنطلق في هذا المركز المميز، ومعه القاضي. الله، خط النهاية هو القاضي ما بين هذه الأسماء المتنافسة. خط النهاية هو الحكم وهو الفيصل. غالون إذن على المقدمة على المركز الأول، يحدد مسار هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع أحد شبابنا المتميزين راشد بن بطي الزعبي. القاضي في ثاني المراكز، وهنا التواجد لشعار حمد بن سعيد بن مهيرة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث رداد، رداد يحتل المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري. وصلنا إلى المركز الرابع. الله الله، اسم 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 مميز واسم جديد ينضم إلى القائمة الخماسية، إلى القائمة الماسية. هنا جياش يصل إلى المركز الرابع. مرحبا بجياش ومرحبا بانطلاقته. هذا هو جياش راعي العوايد، واللي سبق له أن حقق المراكز الأولى المتقدمة في سن الحقائق وفي سن اللقاية وفي سن الجذاع في هذا الموسم في سباقنا المحلي الأول، انتزع المركز الأول. جياش إذن ينطلق بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، التضمير مع حسين بن محمد بن سفران المري. ركز ركز بو محمد، الشوط شوط قوي والأسماء ممتازة، واسم جياش اسم ممتاز، والمشاعر جياشة مع جياش. أتابع المركز الخامس، انطلق مع الدرع لمحمد بن ناصر بن لخن المري. إذا بن لخن يتواصل مع المركز الخامس. ها هي النتيجة في ندائنا الثاني، وأعود إلى المقدمة، إلى غالون والكيلومتر الأخير. الله الله الله، غالون إذا على البداية على المركز الأول، ولكن هنا جياش. يا سلام، هذا هو جياش، ما يرضى إلا بالمراكز الأولى وبالمركز الأول تحديدا. إذا المنافسة، المعركة تشتد ما بين غالون وما بين جياش. وأشاهد هنا ينطلق مقصص، مقصص ينطلق في المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إذا المعركة طاحنة، الصراع قوي، الصراع يشتد ما بين غالون جياش. يا سلام،
الله الله الله، تخترق هذه الأسماء حجب الضباب وتنطلق لتنال الإعجاب. غالون إذا وجياش، المعركة طاحنة، المنافسة شرسة. غالون إذا ينطلق يتسيد الموقف، لا يستجيب للضغوطات وينطلق ويندفع في الصدارة. جياش على المركز الثاني، محاولات قوية من جياش، ولكن غالون، الله يا غالون. غالون إذا ينطلق بشعار مميز، شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني مع مضمر مميز راشد بن بطي الزعبي. إذا يقود غالون إلى بر الأمان وإلى خط النهاية، إلى الخط الفيصل، إلى خط الحكم، الخط القاضي. إذا تهانينا والناموس. المركز الثاني جياش لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. المركز الثالث مقصص أو السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع هملول للسيد عبد الهادي بن راشد بن شيلة. والمركز الخامس نشوان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذا مشاهدينا الكرام، غالون ينطلق في الصدارة وينهي هذا الشوط في الصدارة. تهانينا لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني على فوز غالون بالمركز الأول، ولحظات الوصول إلى خط النهاية في هذه الصور المعادة 6 دقائق 19 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وللمضمر راشد بن بطي الزعبي. المركز الثاني جاء في جياش، والتوقيت الزمني 6 دقائق 20 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا